ليش إحنا في أندونيسيا اليوم؟ لأن هالدولة الإسلامية بحاجة كبيرة للمشاريع التعليمية، فيها كثافة عالية بالسكان، يبلغ عدد سكانها أكثر من 270 مليون نسمة. لغتهم الرسمية هي الأندونيسية، بالإضافة للغات المحلية والإقليمية، وهذه اللغات تعكس تنوع الثقافة والتاريخ في هذا البلد، وعندهم تعطش كبير للثقافة الإسلامية. علشان كذي الحاجة للمدارس والجامعات أكثر بكثير من الموجود في أرض الواقع. وهذا اللي خلاني ألاحظ إن أكثر من 70% من المشاريع الخيرية الكويتية هني مشاريع ثقافية وتعليمية بين المدارس والجامعات والمساجد. وجودة التعليم تتأثر بعدة عوامل مثل نقص التمويل ونقص المعلمين المؤهلين والبعد الجغرافي للمدارس. وبعض المدارس في المناطق النائية قد تعاني من ضعف البنية التحتية والموارد التعليمية، وهذا اللي راح نشوفه في زياراتنا اليوم. تحت إشراف جمعية الرحمة العالمية تم بناء مجمع محمد العجيري في منطقة تانغرانغ في ولاية بانتان بالطرف الغربي من مدينة جاكرتا، ويعيش فيها أكثر من 12 مليون إنسان. هذه الكثافة السكانية جعلت المشاريع التعليمية أولوية، ويضمها المجمع المرحلة الثانوية والمتوسطة ورياض الأطفال. السلام عليكم. هذا اسمي معك؟ نو. قصة هذا المجمع بدأت من منطقة الروضة بالكويت ووصلت إلى منطقة تانغرانغ في أندونيسيا. محبين محمد صالح العجيري رحمة الله عليه سووه كصدقة عنه بعد حادثة الحريق اللي صارت في بيتهم. وشنو أعظم منك تعلم إنسان حرف قد يغير حياته بالكامل في المستقبل. وصلنا الساعة 7:30 الصبح ولحقنا على طابور الصباح واللي كان فيه استعراض لنشاط الكشافة قدامنا. الكشافة عندهم نشاط أساسي بكل مدرسة. مثل هذه الأنشطة الكشافة مهمة جداً، تصقل الشخصية وتعطي مهارات حياتية مهمة وفيها انضباط. علشان كذا نشوفها واحدة من الشغلات الأساسية في مدارس أندونيسيا. الكشافة هي من الأنشطة التي يجب على كل طالب الاشتراك فيها، لذلك هذا
من الحكومة يعني. للحين منضبطين، خل بس يفل الطابور ونشوف يكملون انضباط ولا. وقال الدبوك برافو. هلا هلا سلام، هلا تفلت توك الانضباط، هلا والله هلا داخل. اسرع 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 اسرع. وتعرفنا اكثر على المجمع والمنهج التعليمي فيه من خلال الحديث مع الأستاذ فخر الرازي رئيس المدرسة المتوسطة بالمجمع أثناء زيارة أحد الفصول. هذه أي مادة؟ مادة جغرافية. جغرافية؟ نعم. وما هي أعمار الطالبات الموجودين في الفصول؟ 12 سنة. بما أن إحنا في حصة جغرافية، مر في بالي سؤال، هل راح يعرف الطلبة موقع الكويت الجغرافي، خاصة أن المجمع كويت التأسيس؟ هنجرب مع الطلبة يعرفون. Excuse me everyone, I have a question. What is Kuwait? No. Kuwait. No. Happy عليك. Happy عليك. Happy عليك. أنفع مدرس اجتماعيات. أنفع كمان. شكرا لك. تم تجهيز المدرسة من أهل الكويت في أهم الاحتياجات التعليمية من أدوات تطبيقية ومختبرات علمية. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلاً أستاذة. ليش دائماً يصير في تشجيع على المشاريع التعليمية؟ لأن عن طريقها تتحسن حياة الأفراد ويقل مستوى الفقر في هذه المجتمعات، خصوصا لما تصير في مثل هذه المدرسة اللي تعلم أكثر من لغة، المتخرجين منها يلقون فرص وظيفية أكثر من غيرهم. التعليم يا جماعة هو أساس في أمان المجتمعات. احنا موجودين في معمل حاسوب بهذا المجمع، طبعا الخاص بالطلبه. اذكر ايام كلاس الحاسوب بالمدرسه، اقوى شيء كنا نشتغل عليه هو الباوربوينت اللي كان نازل حزتها. اصلا الانترنت كان مكفول عندنا، الله يذكر هذيك الايام بخير. لكن هني الشباب شغالين على برنامج كانفا اللي اصلا في الاي اي، يعني يصنعون محتوى باستخدام الارتفيشال انتليجنت. عجيب. يتميز الطلبة في اندونيسيا انهم مرتبين في هندامهم، في يومهم الدراسي، حتى في طبعا ادبهم. تخيلوا يا جماعة ان بهذا المجمع في 1000 طالب وطالبة، يشرف على هالمكان اكثر من 170 مدرس وتربوي، واخر 4 سنوات تخرج منها اكثر من 1115 طالب وطالبة. اهتمام المدرسة بالأنشطة الفنية والرياضية لاحظتها بشكل كبير، وحتى زرت عندهم مرسم في أعمال فنية ولفت نظري. شوف شنو لقيت عندهم، نوع من أنواع الفنون يرسمون على تكرمون النعل.
بجانب الدراسة العادية في الفصول، يعني الطلاب هنا هم يتعلمون يعني خارج الفصول مثل الرماية. يعني الرماية هنا كما عرفنا أن هناك منافع كثيرة في الرماية. صراحة تحمست أرمي وياهم وطلبت منهم يعلموني شلون أرمي. واخروا عني ترى أنا مو ثقة. اسمع. وهذا كان أول سهم أرميه. الله يستر. 3 2 1 طريق ترسم. ها. إيه. لا. ها. بديك كوني. أوكي. توتر توتر. أكشن. 3. عشواني ما عورته. طبعا الموضوع مو سهل، لكن الحين عندنا تحدي ويانا البنات عليا بوتري أولى وطاطا. راح يكون بينهم تحدي. السلام عليكم. أفضل بنية تجيب أحسن رقم راح يكون لها الكاس. يلا بسم الله. منو هذا؟ طاطا؟ ووهو! لحظة. والفائز أو الفائزة في هذه المسابقة طاطا، ألف مبروك! ألف مبروك. أعطيت سهم حظاً أوفر. تفضلي. طبعاً هني دوامهم من الصبح لساعة 3 أو لساعة العصر، عشان كذي تشوفون بالمقصف يأكلون ليوقهم وغداهم. كل طالبة تخلص أو كل طالب يخلص مطلوب منهم يغسلون صحونهم قبل ما يتوكلون على الله. يغسلون هني يحطونها الصحون هناك وبعدين يروحون إلى صفوفهم. نخرب عليهم اللعب شويه نخرب عليهم اللعب. كابتن اسمع، طولي بالك، لعب نظيف يا شباب. يلا ما يخالف ما عليه. تعال جاهز. ما ادري وين الجول. 1 minute break time. كورنر. شنو؟ لا ليش؟ لا جول. البذل هو لغة القلوب والنفوس، وهو الوسيلة اللي عن طريقها يمكن أن نغير العالم. فشلون لو كان هذا البذل في جيل النشء اللي يعتبر اليوم عماد المجتمعات؟ جات يعطيك العافيه. شنو صاير؟ شنو الموضوع؟ الاماكن الحاره لازم تاخذ بريك، مو تاخذ بريك، الكاميرا تاخذ بريك. 3 يلا زاحبين. بطولة انت تسحب وبلش تسحب. سبق ننزل الحين حق اللوكيشن الثاني. ديب تحتاج بريك؟ لا ممكن ناخذ بريك 5 دقائق. طيب 5 دقائق ما في بريك، المخرج مو راضي ناخذ بريك. مستعجلين. احنا جاهزين يا شباب. انا جاهز. يلا الشباب جاهزين. ويا بعض تعرك عمر تعرك. اكشن. روح. انا اضلكم يا شباب. وين؟
3 2 1 عمر شايل الصنقر عشان ما يفرق. لحظة جايلة مكسور 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 نرجع ورا الحين. اوكي 1 2 3 احلى هذا واحد احلى.